نعرف جملة إن لكل رجل عيوبه فلا ينشغل رجل بعيوب غيره، ونشوف إعرابها إزاي. إن حرف ناسخ مبنى على الفتح لا محل له من إعراب، لكل لام حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، كل اسم مجرور وعلامة جره الكسرة، وشبه الجملة من الجر والمجرور في محل رفع خبر إن مقدم، رجل مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة، اسم إن مؤخر منصوب وعلامة نصبه الفتحة، والهاء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. حكم تقديم خبر شبه الجملة اللي هو خبر إن على اسم إن واجب، إن شاء الله هناخده في الوحدة بتاعة المبتدأ والخبر بس للتذكرة يعني، وتكون إيه تعرف عشان تعرف نعرف كلمة إيه أو نشتغل على كلمة إمرأة إزاي. فهنا طبعا حكم تقديم الخبر شبه الجملة اللي هو خبر إن على اسم إن واجب. ليه السبب؟ لأن اسم إن اتصل بضمير يعود على بعض الخبر. لا حرف نفي مبنى على السكون لا محل له من الإعراب، ينشغل فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، رجل فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة.